عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو هنشوف إزاي المشاتل بتقاصر الدفنبغية بكميات كبيرة. في المشاتل بيتم قص عقل الدفنبغية بحيث إن يكون كل عقلة فيها برعمين إلى 3 برعم بنفس الشكل من 5 ل7 سنتي، ولو قصيت العقلة على 3 سنتي و5 سنتي مفيش فيها مشكلة، بس الأضمن لي إن أنا أقص 5 ل7 سنتي. في النهاية يكون عندي 3 براعم ممتاز جدا جدا. بنفس الطريقة هنقص كل العقل. ممكن أزرع كل عقلة في قصيص منفصل، وممكن أزرعهم كلهم في قصيص واحد، وغالبا بيتم زراعة مجموعة عقل في قصيص واحد بنفس الشكل عشان استغلال المساحات. ضروري جدا القصيص اللي أنا هزرع فيه يكون فيه فتحات تصريف جيدة، والتربة اللي أنا هستخدمها تكون سماد مشتل أو بيتموس، المهم تكون تربة خفيفة. بنفس الشكل هوزع العقل وهغطيها بنسبة بسيطة جدا جدا من التربة الزراعية أو من البيتموس أو سماد المشتل. بنفس الطريقة بعد ما زرعت العقل أو وزعت العقل هغطي العقل بتربة زي ما حضرتك شايف، نسبة بسيطة جدا جدا اللي موجودة من التربة، ومع الري التربة دي هتنزل في القصيص. بعد كده هروي القصيص، وهراعي اثناء ري القصيص ان انا اشيل التربة بنفس الشكل من على العقل بنفس الطريقة، بحيث ان انا اخلي التربة تنزل بين العقل وهي دي اللي هينمو فيها الجذور. هخلي القصيص عندي داخل المنزل، داخل المنزل في جو معتدل. القصيص مش محتاج اشعة شمس ومش محتاج اضاءة في المرحلة الاولى. هرش القصيص عندي كل 3 ل4 ايام رشة بسيطة جدا جدا. هنا بداية ظهور البراعم، بعض العقل بدأت تطلع نموات وبدأت تطلع براعم. في اي وقت من اوقات العام طبق نفس التجربة، ولكن غالبا احنا بنفضل ان احنا نبتعد عن شهور البرد الشديدة وشهور الحر الشديدة. هنا ما شاء الله الوضع جيد ممتاز، عندي بدأت النموات تظهر بشكل جيد واصبح عندي اكتر من شتلة. هستمر على ري القصيص بالرشاش وكميات مي بسيطة جدا جدا بنفس الشكل. بعد ظهور البراعم والنموات هبدأ اعرض النبتة عندي للاضاءة. هنا ما شاء الله الوضع ممتاز، اصبح عندي اشتال دفنبغية بشكل جيد. في المرحلة دي هوزع الاشتال عندي كل شتلة في قصيص منفصل. هطلع كل عقلة بنفس الشكل، مجموع الجذري مع المجموع الخضر. قدامي 3 طرق، الطريقة الأولى هي إن أنا أطلع الأشتال بنفس الشكل، الطريقة الثانية هو إن أنا أقطع القصيص أو إن أنا أطلع النباتات من القصيص بنفس الطريقة. بنفس الشكل ما شاء الله مجموع جذري جيد ونباتات جيد. بنفس الشكل هبدأ أفصل الأشتال عن بعضها بنفس الطريقة، وهخلي الأشتال اللي فيها مجموع جذري ومجموع خضري لوحديها، والاشتال اللي لسه النمو الخضري او النمو الجذري ضعيف هرجعها مرة تاني في القصيص بنفس الشكل وبنفس الطريقة. هفصل الاشتال، ولو عندي عقل اختربت فبالتالي هستبعدها، لكن ما شاء الله كل العقل ممتاز. هرجع مرة تاني التربة في القصيص وهزرع العقل اللي لسه ما اكتملش نموها الخضري ونموها الجذري، وهزرعها بنفس الطريقة وهرويها. نغسل العقل هنا ونشوف المجموع الجذري بشكل واضح. هنا ما شاء الله العقل كلها وضعها جيد، مجموع خضري جيد ومجموع جذري جيد. هناخد العقل وهنزرع كل عقلة في قصيص منفصل. في اي وقت من اوقات السنة هقدر اطبق نفس الطريقة، لان طبيعي احنا الدفنبغية نبتة داخلية وبتكون موجودة داخل المنزل، لكن طبعا الدفنبغية من النباتات اللي بتتأثر بالبرد الشديد، فبالتالي مش هطبق نفس الطريقة في موسم الشتاء او في فترات البرد الشديد او في جو يكون شديد البرودة. جو معتدل لجو دافئ هو انسب جو لنبتة الدفنبغية بشكل عام. هوزع النباتات عندي او هزرع النباتات عندي في قصيصات مختلفة او في القصيصات اللي تناسبني. هراعي ان يكون عندي في فتحات تصريف جيدة في القصيص اللي هزرع فيه نبتة الدفنبغية. لما بنقول فتحات تصريف جيدة هذا يعني عدد فتحات تصريف مناسبة للنبتة، ما يكونش فتحة واحدة بس. القصيص اللي مفيش فيه فتحة تصريف هفتح له فتحة تصريف.
هضيف تربة زراعية سماد مشتل بيتموس، تربة زراعية تكون خفيفة. ممكن أزرع كل نبتة في قصيص منفصل، وممكن أزرع في كل قصيص عدد نباتات حسب رغبتي وحسب ما أنا حابب أشوف النبتة بأي شكل. طبعا في المشاتل بيتم زراعة كل نبتة في قصيص، وبيتم زراعة عدد نباتات في قصيص، وكل قصيص بيكون ليه سعر خاص. بعد ما انتهيت من توزيع التربة الزراعية هزرع النباتات. نحافظ على ان المنطقة اللي هنزرع فيها العقلة او النبتة تكون تربتها ناعمة، يعني بنفس الشكل هنعم التربة، وهفتح فتحة تناسب حجم المجموع الجذري والعقلة، وهزرع العقلة اللي عندي. هثبتها بشكل جيد بنفس الطريقة، هزرع عقلة، هزرع اتنين بنفس الشكل بنفس الطريقة. حافظ على ان المنطقة اللي هيتزرع فيها العقلة تكون تربة ناعمة، وده عشان اساعد الجذور في عملية النمو. بنفس الشكل هزرع كل النباتات اللي عندي بنفس الشكل. هنا ده قصيص كبير بيتم زراعة اكتر من نبتة فيه، ونفس الشيء بيكون لي سعر مختلف في المشتل. بنفس الطريقة هزرع النبتة اتنين تلاتة بنفس الشكل. هنا في البداية لو احنا زرعنا العقل بالطريقة التقليدية كان تقريبا هيكون عندي 3 إلى 4 نباتات، ولكن بالطريقة دي اصبح عندي 7 نباتات، ولسه فيه نباتات تانية او العقل التانية تقريبا 5 عقل رجعناهم في القصيص، وهنا ما شاء الله اصبح عقل جاهزة للنقل، فبالتالي اصبح عندي اكتر من نبتة. بعد ما انتهيت من عملية الزراعة هروي النباتات عندي، وهرويها بالرشاش، وتكون ري غمر. الري بالرشاش هو انسب طريقة لري النباتات الداخلية، لان طبعا انا بقدر اتحكم في كمية المي وفي توزيع المي بشكل جيد. هنا ما شاء الله النباتات وضعها ممتاز جدا جدا، طبعا دي القطة كسرتها، مش مشكلة هيطلع فيها نمو جديد ان شاء الله. هنا ما شاء الله كل النموات عندي وكل النباتات عندي بوضع جيد، أصبح عندي نباتات ما شاء الله وضعها ممتاز. كنت سيادتك بتتابعنا من خلال اليوتيوب أو على صفحة الفيسبوك، في فيديوهات كتيرة بنشرح فيها إزاي نسمد الدبنبغية، وإزاي نحافظ على الدبنبغية، وإزاي نعتني بنبتة الدبنبغية، وإزاي يكون عندي نبتة كبيرة ونبتة دبنبغية مظهرة. في المرحلة دي هنبدأ في تزيين أو تشكيل النباتات عندي. هنكس سطح التربة وهسمد القصيص عندي، وهبدأ أضيف الأحجار أو أضيف الصدف، أيهما أفضل بالنسبة لي. بنفس الطريقة أختار النوع اللي يناسبني من الأحجار أو من الزلط أو من الصدف، وأزين به الدبنبغية بالشكل اللي يناسبني. ودي كانت الطريقة اللي ممكن أحصل بها على آلاف من نباتات الدبنبغية. أتمنى من الله أن يكون قدمت حضراتكم معلومة مفيدة، أتمنى أن الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.